el grupo de los 77, China y los BRIC, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de actuar por un cambio de ese injusto orden mundial. No es una opción, es la única alternativa. 134 دولة من عالم الجنوب تنضوي في مجموعة 77 والصين تسعى لإرساء تعاون اقتصادي لا يخضع للتسلط الأمريكي والهيمنة الغربية. هذا العام تعقد القمة في هافانا عاصمة كوبا الاشتراكية صاحبة اللغز وطاقة الكرامة. من هافانا من كاسترو الثائر إلى الرئيس المهندس النشط دياز، من أبناء الدولة الثورية والتي تقاتل يوميا باسم شعوب عالم الجنوب لتنقلهم من زنزانة الهيمنة إلى رحاب الحرية والتحرر، تجتمع الدول اليوم لتقرر مستقبلها وقوتها في وقت يشكل عالم جديد، عالم يجب عليه أن ينصف الحرية والعدالة في عالم الجنوب.